وهو الذي نبحث عنه وتشريبه للنفوس. قال يحيى بن معاذ: العلماء أرحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: لأن آبائهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا وآفاتها، والعلماء يحفظونهم من نار الآخرة وشدائدها. وجود العلماء الراسخين الذين تشربوا العلم يعصم الله بهم الأمة من الشرور، وكلما قلوا زادت الفتن والجهل، وكلما زادوا قويت الأمة وانحسر الجهل وعم العلم والحكمة. إذا ضعفت البصائر في الأزمات واختلطت الأصوات والتبس الحق بالباطل على العوام، فإن للراسخين في العلم دور مهم في تثبيت الناس، وكذلك فإنهم يصدعون بالحق فيعرفه الناس ولو ما صدعوا لخفي. العلماء هؤلاء الراسخون الذين تشربوا العلم دورهم مهم في تسكين الفتنة وفي معرفتها وتحذير الناس منها. ألم يقل الحسن البصري رحمه الله: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، لكن كل جاهل إذا يعرفها متى؟ بعد فوات الأوان. الفتنة إذا أقبلت علمها العلماء، وإذا أدبرت علمها الجهلاء. والناس يحتاجون إلى قيادات شرعية. ألا ترى أهل البدع اليوم عندهم قيادات ومراتب ودرجات وسمع طاعة وأداء؟ النصيب العظيم من أموال الناس لهم، وهم ينشرون به باطلهم وكفرهم وشركهم ليهيمنوا على الأمة. فالأمة الإسلامية الموحدة بالله، الموحدة لله، تحتاج اليوم أن يكون فيها قادة علمي شرعيين ليثب. عامة لا يبصرون الحق في كثير من الأحيان، العامة ينخدعون بالمظاهر، أهل العلم لا ينخدعون بالمظاهر. ومثال ذلك الموقف من قارون، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فظهرت الحقائق. هؤلاء أهل النظر ثاقب يجاوزون الخوف أن يردوا إلى العالم إذا لم يوجد راسخون يرتقي به الإنسان حجة. العلم الذي يصل به إلى الرسوخ هو الذي نريده. يغيب جهاد الصدع بالحق وكلمة الحق عند سلطان جائر. قال ابن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير إذا ترك منها شيء؟ قالوا: تركت السنة. قالوا: متى ذاك؟ أصحابه يقولون: متى ذاك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. من أدوار الراسخين في العلم المتشربين له الرد على شبهات المشككين والملبسين.
من الذي سيرد على شبهات أهل الباطل؟ والله تعالى جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. فهؤلاء أمناء الأمة وحراس الدين، لو وردت عليهم شبهة بعدد أو أمواج البحر ما أزالت يقينهم. النبي فيهم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء الراسخون الذين يعرفون الواقع ويفتون